اخبار اليوم. اللواء احمد عبد الله، بنرحب بحضرتك في بوابة اخبار اليوم ومن بطولة كأس العالم للبليارد. بنتشرف باللقاء مع حضرتك، وكنا عايزين نعرف اهم ملامح البطولة واهم مدى تأثيرها على السياحة. اسمحوا لي في الاول ان انا بشكر مؤسسة اخبار اليوم والاستاذ ياسر رزق، ده العام 13 على التوالي المؤسسة بتنظم هذه البطولة هنا في مدينة الغردقة. بطولة السنة دي يمكن متضمنة 22 دولة مشتركين في هذه البطولة، واحنا بنقول ان دي القوة الناعمة لتنشيط السياحة. بنهتم فعلا بهذه البطولات هذه الايام. احنا عارفين فترة الركود السياحي للاحداث اللي حوالين العالم، فاعتقد ان هذه البطولات بتدي رسالة لكل دول العالم ان مصر فيها والمنتجعات السياحية امنة تماما. كل طبعا دولة مشترك منها احد ابنائها في هذه البطولة هيبقى لها تقرير اعلامي ومصحوب الصور اللي بتوضح جمال منتجعات البحر الاحمر وجمال الجو في هذه الفترة من السنة. الدول الاوروبية دلوقتي الثلوج والصقيع فيها، فاعتقد يعني ان الصور اللي هتطلع من عندنا من هنا مين اللي هيصورها؟ المشتركين في هذه البطولة والمرافقين ليها. اعتقد ان دي هتبقى خير دعاية لينا في الخارج وهتعمل على تنشيط السياحة. انا بشكر طبعا يعني كل القائمين على تنظيم هذا الحدث لاخراجه بالصورة اللي تدي رسالة للعالم وبتقول لكل العالم مصر فتحة أزرعها لاستقبال السياح. في حالة الركود السياحي، هل يا ترى في مشاريع سياحية جديدة بنقدر ان احنا نفتحها في خلال الفترة دي؟ هو احنا عندنا دلوقتي الحمد لله يعني بدأنا فتح السوق الصيني من 3 مدن، بدأت وصلت من مدينتين، من بكين وشنغهاي، وإن شاء الله الشهر القادم هتيجي من مدينة كوانزو. فده سوق جديد علينا لأن السياحة الصينية كانت قبل كده بتروح على السياحة الثقافية، بدأوا فعلا يجوا على السياحة الشاطئية والترفيهية، ده سوق جديد بالنسبة لنا. وإن شاء الله بنعمل حملة دلوقتي علشان السوق العربي أو السوق الخليجي بالذات، هو كان غايب عننا الفترة اللي فاتت نتيجة عدم وجود خطوط طيران تربط ما بين مدن الخليج ومحافظة البحر. في القريب العاجل إن شاء الله هنبدأ تسيير هذه الخطوط لاستخدام السائحين العرب من دول الخليج إلى محافظة البحر. كان في مشروع مطروح بخصوص خط قطار الغردقة الأقصر. ان شاء الله، وده مع السيد تنسيقات مع السيد وزير النقل، ودي الدراسات شغاله وان شاء الله يعني تتم هذه الدراسات ويبدا التنفيذ. تمام، بشكر حضرتك جدا يا فندم، وكنت عايز في الاخر رساله للسائح الداخلي والسائح الخارجي. انا بقول للسائح الداخلي يعني انت ما انتش تايه عن الغردقه وما انتش تايه عن البحر الاحمر، اجازات نص السنه جايه هنسعد بيكم. بالنسبه للسائح الخارجي بقول ان انتوا اللي جه مرات قبل كده انت عارف يعني هذا المقصد السياحي بنرحب بيه، اللي ما جاش بقول له فاتك كتير، تعال بقى علشان تشوف جمال شواطئنا وجمال جوانا. بشكر حضرتك جدا يا فندم.